نحن الآن متواجدون هنا أمام مقر محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، حيث يمثل في هذه الأثناء 27 عنصرا من حركة الماكا الإرهابية أمام وكيل الجمهورية، وذلك بعد توقيفهم بمدينتي خراطة وبني ورتيلان إثر محاولتهم زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية بأمر من جهات في الخارج، بحسب ما ورد في بيان عن المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس. وكانت قوات الشرطة قد تدخلت في خراطة وبني ورتيلان لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات وتوقيف هؤلاء المتهمين. وقد تم أثناء العملية تسجيل إصابات بصفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة. ويتابع الموقوفون بتهم إثارة الفزع في نفوس المواطنين والانتماء إلى منظمة إرهابية والمساس بالأمن العام للبلاد، وكذا تهديد المواطنين واستعمال وثائق مزورة وملاحق عسكرية. Thank you.